استشار الفترة اللي فاتت كلام كتير عن سيفر وجعفر، ويعني الكلام في الموضوع ده كتير. حضرتك قصدك الكلام عن ميسي؟ كلام كتير يعني اتكلموا كتير عن سيف جعفر، حضرتك لا لا اكيد بص يعني انا هقول لك عايزين حاجه. نسمع من حضرتك الرد. لا بص يا بيه، سيف ولد صغير وفي ناس ورطته، والولد في الفيديو ووكيله مضى وعقوده، واحنا مشكلتنا دلوقتي عايزين عقودنا. طبعا هو النهارده في ناس كلمتني، ناس محترمين يعني، طلبوا ان الولد يعتذر، والولد ما اعرفش ايه والولد ايه. فالمهم فسيف انا قلت قبل كده انا كنت بشيله، والولد رفض امبارح يعمل مداخلات مع كل الهبيده اللي بيكرهوا الزمالك. فاروق هو اللي عمل مداخلات اعتقد مع لميس. انا بس عايز اقول الاول انه الولد سيف رفض يعمل مداخلات عشان في ناس عايزه تصطاد في الميه العكره، وانا ما ظلمتوش، هو اللي ظلم نفسه، لان انا حافظت على اوضه اللبس وحافظت على كرامه النادي وكبرياءه. وهو نادي الوطنيه والكرامه، وانت ولا حقيقه؟ حقيقه. هو اذا كان عايز يرجع، اذا كان يعني لازم يعتذر عن اللي عمله. اتنين، يجيب عقوده اللي في بيراميدز. انا مش هجيب له عقود من حد، وبقول للاستاذ سالم الشمسي من فضلك من فضلك من فضلك، مش انا اللي اعتديت على لعيبتك في قلب بلدك، ده النادي التاني. مش انا اللي كنت طالع التاني اخش البطوله الافريقيه وبنى كونفدراليه والنادي التاني يخش مكاني. مش انا، احنا بنحترمك وبنحترم النادي. انا النهارده بس سعيد عشان اللعيبه قبضت فلوسها، كل الفرق قبضوا فلوسها، الناس قبضت فلوسهم الحمد لله، وده بيسعدني قبل العيد. عندي خبر كويس، ممدوح عباس كان رافع قضيه ضد النادي وضد وزير الماليه ومصلحه الضرايب، بيقول لهم ال 100 مليون دول اللي موجودين في البنك دول بتوعي، بيقول له لسياده القاضي يعني الجليل، لا تديهم لوزير الماليه ولا تديهم لمين؟ لنادي الزمالك. القاضي رفض النهارده، قال له مش بتوعك. شفت بقى الاخبار الجميله بتيجي ازاي؟ قال له دول مش بتوعك. كان في مكالمه بيني وبين حسين لبيب دلوقتي، قلت له بدل ما انت عمال تطلع بيانات انزل الانتخابات. قال لي والله ما طلعت بيانات، ده هم اللي بينزلوا على الصائم يعني. خلاص ادم قال ما حصلش ما حصلش، فانا كنت ناوي اشطبه بصراحه. وبعدين لما يجي يتكلم هقول له انا الوزير، انا مالي، ده انا معزول. لا على المريض حرج ولا على المعزول حرج، مجلس الاداره هو اللي عزله، انا مالي. فقلت له انزل الانتخابات قبل الشطب، وفر مجهودك في البيانات دي فانزل. فقال لي يعني انت هتطلع لي الكارنيه؟ قلت له فورا، بس بشرط ما تدفعش جنيه. قال لا، قلت له لو دفعت هشطبك، ما انا معزول. فبيجي لي حالات كده، كارنيهات هتطلع دلوقتي. وحماده عبد الباري بيقول لي ابعتها محمد، قلت له ده هو بيوقع بيني وبينك. طبعا اي كلام حماده ما بيوقعش، بس انا دايما بحط حماده في جمله وفي هو دلوقتي بعت حد ياخد الكارنيهات، ما عندناش مشكله مع حد. هتمد ايدك او رجلك خطوه هجي لك 20 خطوه. وانا كان بيني النهارده وبين الاستاذ محمد الفريبي وبين رئيس هيئه البريد، بيني وبين عمرو الجنايني عشان النادي مكالمات يعني محادثات. فبقول للاستاذ محمد الفريبي ايه؟ محمد الفريبي بيتشتم وعمرو يا راجل، تخيل ان رؤوف جاسر بيشتم عمرو الجنايني يقول له ازاي تساعد النادي ب 140 مليون جنيه في المحلات اللي كان هو كانوا سابوها له، سابوها اللجنه وخدوا 12 مليون. فهو استغرب قال له هو الفلوس دي راح المرتضى وراح للنادي، انا بوريك بس الغل بتاعه بقى. بشكرك جدا على موقفك، وده ابن النادي الاصيل، اختلف معايا كما تشاء، ما تختلفش عن النادي. هو فاروق جعفر بيجاملني انا؟ هو عايز ابنه يلعب في النادي اللي هو اتربى فيه هو وابنه. صحيح ما كانش بيباصي للخواجه اهو قاعد، وطارق غنيم لما قلت له ما نجيب فاروق جعفر المدير الفني في وقت من الاوقات قال لي ما كانش بيباصي لي. احنا ابني كان ده فات عليه بقاله 45 سنه بس ما كانش بيباصي لي. الحمد لله خلاص. المهم كل سنه طيبين. ده فاروق جعفر اللي انا مختلف معاه خالص لغايه دلوقتي. وانا قلت لما يكون هيشتغل في النادي بيجي لي تحت البيت ويقول لي عايز اجيب لك اكله سمك من بري، لما بمشي بجيبها لحسين لبيب. تمام. وغانم سلطان عارف ان انا ماليش في الكلام ده. تاني غانم سلطان مره بعت لي قفص مانجا، ناموا ساحل قفص المانجا محطوط في الشارع. نبيل نصير جاب لي استاكوزا، ساب عليا ارجعها له عشان ايه؟ الله يرحمه.
رحت ايه واخد قرار مجلس الاداره وزعها على العمال بقى يلطم، يقول لي العمال ياكلوا استاكوزا، قلت له اه هو كده عشان انا ما باجيش بالطريقه دي، فاكر؟ وهكذا وهكذا يعني. فده فاروق جعفر.